وكل ما يزيد التبه بيزيد المجموع الخضر النبات، بس هي عشان التبه دي يعني ايه ان هي اقرب من المكان، لكن انت لو بصيت لورا كله ده التباب. الورق زي ما احنا قلنا هو الجذر التفافي زي ما انتم شايفين كده بتقول لافف حوالين ده، ده التفافي اللي هو بيعمل على تثبيت التربه، يعني انت لو بيبقى مصدات للهواء وبيعمل على تثبيت التربه، وكل ما يزيد التبه بتلاقي المجموع الخضر النبات ويعلى، يعني هو بيعمل على فوق بعض. عشان تجيب الجذر بتحفر تحت، ده مش الجذور، كل الغصان بتاعته والورق زي احنا اوريدي الاشكال ديت بنشوفها في اماكن صخريه كتير جدا، طلعت هو كده طلع من النصف، لا النصف النصف لا مش هو ده، نفس شكله هو الورق، الورق شكلها الورق شكلها بس تلاقيها داكنه عن كده شويه واكبر من كده. دكتور سوري معلش، هو ده القرق؟ ده القرق، ما ده الغرقد، بس ده داخل غرقد على اراك برضه. اه الغرقد ده الغرقد هو السواك له طعم، عامل خاف كيس دي يا احمد. لا لا ما حصلش، ده غير ده نهائي، انت شايف السواك اهو ده مختلف عندك. نكمل المعلومه يا جماعه لو سمحتوا، ثواني بس. زي ما احنا قلنا الجذر الالتفافي بيلف حوالين المكان اهو زي ما انتم شايفين، بتبتدي النبات يكمل. مصادر الميه بتاعته على بخار الميه الموجود في الهواء وايام الامطار، بذلك بيحصل ممكن يقعد فتره 3 4 سنين تحس ان هو ميت، بيجي ينزل مطر ومش عارف ايه، بيبقى في حاجه في النبات اسمها الكمون، يفضل كامل كامل لحد ما بيجي له المصادر وبتلاقيه مخضر مره واحده تاني. طبعا هو ليه اهميه بيئيه كبيره بالنسبه للكائنات الزواحف والحشرات والطيور، بتيجي الطيور بتعمل اعشاش فيه، وغير كده صغار الطيور بعض انواع الطيور بتاكل السمره بتاعته، السمره بتاعته بنشوفه في الطائرات برضه في ده. في بعض المناطق في دهب ناحيه وادي بني موجود فيه حاجات صغيره جدا، ايه شكل السمر زي الاعراش، لكن هنا في نبق، لا في نبق انك تلاقي تباب بالمنظر ده مش موجود في جنوب سيناء غير في نبق. السمر ده تجمع في الشرق الاوسط، ده اكبر تجمع في مصر والشرق الاوسط، بس هو ماشي بنفس، يعني في بعض الدول زي ما قلت بتزرعه لان هي بيبقى مصادر دخل، السواد يعني مصادر دخل للسواد زي في السعوديه. السمرة صغيرة كده تلاقيها في شهر 8، لا دي بتاعت الغرقد، دي داخلين ده الغرقد، ده حاجة تانية. السمرة برضه بيستخدموها العلاج، بتبقى زي ملين تسهيل للأمراض، يعني بتمنع الإمساك عادي بتتاكل، بس هي بتبقى صعبة شوية بالنسبة للغرقد. بيتاكل يا دكتور؟ لا الاراك الورق بتاعه ده بيتاخد بيتغلي زي الشاي الكشري بالظبط، بتغلي الميه وتحط الورق وتغطيه لحد ما بيبرد، وبتشربه الصبح وبالليل عشان الاملاح، الاملاح وتنظيم حركه المعده والامساك. طعمه جميل يا جماعه؟ لا طعمه صعب. على الغرقد، اتكلم على الغرقد حتى ايه دايما، يعني البدو بياخد، احنا بنمنع لما بتاخد كميات كبيره، لكن هو لما بتاخد الاجزاء اللي بيتاخد منها بتبقى كويسه، لان هي بتساعد اللي هو بيبقى طالع النبات جديد تاني، فبيبقى الشجر اللي بيتاخد منه بتلاقي لونه مخضر بتاعه مش داكن، مخضر فاتح كده. لو حد عايز يجربه بس ما تاخدوش كميات كبيره، لان هو صعب في الشوربه، طعمه قوي، اللي عنده املاح بتاعه يجربه. ده الورق بتاعه؟ ورق بتاع الاراك. خده واغليه ولما يبرد اشربه. اغليه اغليه اشربه. طيب نجرب ال يورو سيرفيس. طيب لو رصدتوا اي حيوانات، احنا هنا في المحميه في بالنسبه للكائنات او الثدييات الموجوده في المحميه، في المعز الجبلي او التيتر هو النوبيان هايبتس، ده موجود اخر حاجه رصدناها حوالي 4 شهور، بنحط كاميرات تراب في بعض الوديان نصور مصورين 7 افراد، وكان من حوالي برضه من شهرين كده وانا رايح دهب الساعه 7 الصبح، كان في تيتر معدي ما بين دهب وكاترين على الطريق. وفي الغزلان احنا لينا فتره ما رصدناهاش من حوالي 5 سنين، يعني برضه بنتكلم في اعداد، لكن بنشوف الفضلات الفيسز بتاعتها موجوده، لكن احنا ما رصدناهاش. وفي ارانب كمان يا دكتور، لسه شايف ارنب من يومين في طريق موسى كده اللي هو عند جماعه جنيه، احنا
دي في هناك في لا وفي غزلان برضو في هناك تقريبا ثلاثه او اربعه هي اربعه مظبوط ايوه لان انا شفتهم دول يمكن في شهر مارس اللي فات ما هو يا دهب نبء نهايتها بنهايه وادي قني في اول دهب نهايه الكافيتريات بعد ما تخلص اخر كافيتيريا تطلع قلعه كده صغيره لفوق هتلاقي محميه نبء ده نهايه محميه نبء وعندي دهب فكله يعتبر بيها واحد هو الشعار بتاعنا لا تاخذ شيء احنا بناخد ليه بقى بس هو لا مش بتاع هو ده الناس بتاخده للتداول اوراق للتداول وبعدين ما بيكونش بالصوره اللي هي تجاره انا فاهمه بس انت مثلا واحد احنا مجموعتكم مش مسهلين لو واحد جه معاكم طيب لو كل واحد اخذ حبه معايا هو لا ما هو وهو فوق احنا عشان كده احنا مش سامحين غير بالمكان ده بالنسبه للاراضي عشان تدخل جوه لكن احنا لما بيكون حد تعبان مثلا او بتاعه وهو يعني البدو عندهم معتقدات وهم بيخفوا على الحاجات دي وفي ناس من عندنا جربتها بتقول كويس انا بصراحه ما جربته مره ان هو صعب جدا ده مش صعب ده اصعب مما تتخيل يعني ما تقدرش تكمل الموبايل يعني هو ده زي ما قلنا بتغلي الميه كانك بتعمل شاي كشري وتروح كابب الميه عليه مثلا في حله ولا قصده يفضل يستخدمه كم مره يفضل يستخدمه كم مره عشان يشيل الاملاح قصده هو ما انت جربه بس شوف هتقدر تجربه ولا مش هتقدر حط عليه عسل ده الغرنكد بيطلع ثمره كده زي الطماطم صغننه بس مش طماطم طبعا دي حاجه صغننه خالص اهي نجرب ناكلهم دلوقتي ونشوف التأثير بتاعهم ايه طعمهم كويس حامض شوية بس كويس يعني وفي بذرة في بذرة كبيرة هنا في بذرة صفراء نحطها في الطبيعة عشان تطلع تاني بقى شكرا لكم وده المسواك تاني